السلام عليكم. إن شاء الله بعض الفيديو راح نبلش شرح عن الريسبونس سبيكترا. الريسبونس سبيكترا ما راح نتعمق كثير فيه في الفيديوهات هاي، في السلسلة هاي، بس ناخذ أساسيات بسيطة عنه. بدنا نعرف شو الريسبونس سبيكترا وكيف بدنا نرسم احنا منحنى الريسبونس سبيكترا. طبعا الريسبونس سبيكترا او سبيكترم بسموها مرات، اللي هي انه هو منحنى بين الفريكونسي الاف يعني وبين الريسبونس، سواء الريسبونس فاونديشن او الى اخره، بينه وبين الريسبونس. واحكي لك هذا المنحنى هو عبارة عن انه رسمة كل رسمته زي هيك. هاي الرسمة بتجيب لي الماكس ديسبليسمنت او ماكسيموم ريسبونس، وبنفس الوقت ممكن ارسم رسمة زيه للفيلوسيتي فبحسب الماكسيموم فيلوسيتي، ممكن ارسم مثله بنفس الطريقه للاكسلريشن فبحسب الماكسيمم اكسلريشن. فبالتالي الريسبونس سبيكترا هي رسمه بتجيب لي الماكسيمم ريسبونس للستراكشر. طبعا في حال كان عندي سبورت موشن، يعني في عندي هون اف اوف تي وهون عندي او واي اوف تي، يعني واي اوف تي قصدي هون واي سبورت اوف تي، فبالتالي اللي راح اطلعها انا هي الريلاتيف، واللي هي واي ناقص واي اس. طبعا ايش ماكس يعني بتكون، فحسب اذا عندي انا سبورت موشن او لا. تمام، هسه نبلش نشرح عن الريسبونس سبيكترم وكيف احنا ممكن نكون ريسبونس سبيكترم لفانكشن عبارة عن فانكشن ساين او هاف ساين بسموها. هاي القيمة هي اف نوت الامبليتيود، وهاي القيمة هي تي دي. تمام، فبالتالي انا عندي سنجل ديجري اوف فريدم سيستم اند دامد سيستم، طبعا هاي الماس عليه اف اوف تي وفي عليه ايش كي. فبالتالي اذا بدي احل هذا احل هاي المسألة، كيف بحلها؟ بحلها اما اديوهام الانتيجرال او بحلها من الاساسيات اللي اخذناها في شابتر 1، انه احكي انه الام، ما هي شو معادلتها، ام يو دبل دوت زائد كي في يو بساوي ايش؟ اف اوف تي، حيث انه اليو اوف هاي اليو عندي يو اوف تي الريسبونس. الاف اوف تي ايش هو؟ اللي هو هذا الاقتران، هذا الاقتران بسموه ساين سويدا، اللي هو اف نوت اوميجا ساين، لا اف نوت قصدي اف نوت في ساين اوميجا بار في تي. طبعا هذا في حالة تي أقل من تي دي بكون زيرو، نرجع للشابتر 4 بعد تنسوا هذا الإشي، بكون زيرو في حالة إيش تي أكبر أو تساوي تي دي. طبعا بنعرف كيف نحله، يا يعني نحله ديوهام الانتيجرال يا يعني نحله مرتين، إن المرة الأولى بتكون بعوض الاقتران الساينسويدال وبحله مرة ثانية الثوابت الجديدة عند الزيرو وبجمع الجوابين. طبعا بتكون initial condition اليو نوت والفي نوت، هم اليو عند التي دي والفي عند التي دي. هسه بورجيكم هاي الطريقة اللي بحكي عنها اللي ما حكيت عنها، بس احنا بنحل ديوهام الانتيجرال. فلو بدنا نحل ديوهام الانتيجرال هذا الفانكشن، ما اعرف شو بدنا نسوي، واحد على ام في اوميجا، طبعا على فرض انه هذول زيرو الانيشال كونديشن، فبصفي عن تكامل من زيرو لتي لمين؟ للفانكشن ساين او الفانكشن اللي هو اف نوت في ساين اوميجا بار في تي او في تاو، احنا من العادة بنخليه مضروب في مين؟ في ساين اوميجا العادية في تي ناقص تاو. هذا ديوهام الانتجرال دي تاو، طبعا كامل دي تاو. لو نكمل، لو بدنا اياه كآلة حاسبة بس نجيب الريسبونس مباشرة بنحسبه، يا يعني بنكمل رياضيات. طبعا التكامل مش سهل ابدا، التكامل كثير صعب. نبلش نفصل ونعمل كوساين طرح الزوايا زائد كوساين جمع الزوايا على 2 والى اخره، يعني التكامل كثير صعب. راح نوصل لنتيجة نهائية، راح نوصل لنتيجة نهائية واللي هي هاي. طبعا هو هون حاله على الاساسيات البدائيه، المهم نوصل لهي النتيجه انه الدايناميك لود فاكتور او اليو على اليو ستاتيك بيساوي هذا الاشي. طبعا هيك كيف جبنا التي كابيتال اللي هي البيريود، اللي هي بنعمل 2 باي على تي،
يعني مكان كل اوميجا حطينا 2 باي على تي، مكان كل اوميجا بار حطينا باي على تي دي، وحلينا. فوصلنا لهاي الحالة الأولى وهاي الحالة الثانية، فوصلنا لهذا الفانكشن. هسا شو الفكرة؟ كيف أنا بدي أرسم الريسبونسيف سبيكترم، أو كيف أنا بدي أعمل كونستراكشن إله، كيف أنا بدي أسويه؟ يعني إحنا كيف بدي أسويه؟ بقول لك بكل بساطة، بترسم رسمة معينة، واللي هي بترسم هاي الرسمة اللي هي تي على تي مع مين؟ مع الريسبونس. فبيطلع معي رسمة معينة للسينوسويدال، بتطلع معي زي هيك. طبعا أعلى قيمة مين عندي؟ هي مش هيك يعني، بتكون صورتك وياها بتكون هيك وهيك. فأعلى قيمة عندي مين؟ هاي القيمة. طبعا هاي القيمة اللي هون هي تي دي على تي، وهاي القيمة هي الواي على، طبعا برسم واي على واي ستاتيك، إذا كان برسم دايناميك نود فاكتور على واي ستاتيك. هاي ايش بتكون؟ الماكس، اعلى قيمه. بس مش هذا الريسبونس سبيكترا تبعي. الفكره انه احنا قاعدين نرسم على الناتشرال بيريد معين. هسه الفكره انه بنصير نغير التي، هاي بنصير نغيرها، بيطلع معي مرحله ثانيه. بظل انا بظل اغير، بغير مين؟ التي كابيتال، لحد ما اوصل للمنحنى اللي رسمنا اول اشي اللي هو هذا. يعني راح نضل نغير تي بحيث نوصل هون. فهذا هو منحنى ايش؟ الريسبونس سبيكترم. يعني الفكره انه انا بدي اصير اغير التي بحيث اني اوصل للمنحنى اللي حكيت عنه، المنحنى اللي حكيت عنه. بس هي كل الفكره. بس بدي اورجيكم كيف احنا ممكن نحل الفانكشن اللي درسناهم تشابتر 4 بدون ديوهام الانتجرال. يعني احنا درس ديوهام الانتجرال كان طريقه بالتبسيط، كيف يعني للتبسيط كيف نوصل للجواب النهائي. طب هذا كيف ممكن احله؟ بقول لك زي كالعاده، بتحل هذا الفانكشن، المعادله الاساسيه من تشابتر 1 او من تشابتر 3 ممكن نقول. اندام سيستم عادي، اف نوت ساين اوميجا تي، بنحله على اساس انه عندي كومبلمنتري سوليوشن وبارتيكولار سوليوشن. كومبلمنتري سوليوشن كونه اندام بيكون زي هيك، والبارتيكولار سوليوشن بيكون زي هيك، او بتحله زي ما حلينا بالرياضيات. احنا بالرياضيات كيف بنحل البارتيكولار سوليوشن؟ بنحله انه في عندي ثابت اسمه سي 1 مثلا، في ساين اوميجا بار في تي زائد سي 2 في كوساين اوميجا بار في تي. هذا البارتيكولار سوليوشن. وبصير اعمل ايش؟ بطلع يو بارتيكولار مشتقه ويو بارتيكولار مشتقتين، وبعوضهم بالمعادله الاصليه اللي هي هاي، بعوضهم بهاي المعادله، فبوصل معي النتيجه النهائيه زي ما هو عامل، واللي هي ايش؟ واللي هي هاي، انه الثابت سي هو اللي هو انا عندي سميته سي 1، سي 2 راح يطلع معي صفر طبعا لانه ما راح يطلع معي كوساين. فبالتالي ايش؟ هاي بتطلع معي، هاي هي ايش؟ الثابت سي. فبالتالي البارت السوليوشن الكلي للاندام سيستم طلع معي هذا. هذا الفانكشن. بس شو بعمل؟ بضل اي وبي بشتقه بساوي الصفر وبعوض، بوصل للنتيجة النهائية هاي. هسا احنا قبل كيف كنا نحل هاي؟ كنا نحلها ديوهام الانتجرال زي ما عملت اول اشي. فبالتالي طبعا هاي النتيجة واللي انا كملتها هون اخر شيء. فبالتالي احنا ممكن نحل اسئلة ديوهام الانتجرال بالشابتر الماضي بالفيديو الماضي باستعمال هاي الطريقة، ان اطلع بارتيكولر كومبلمنتري واحل بطلع معي نفس الاجابة. بس هي الفكرة ايش؟ بالحالة اللي بعد التي على تي دي راح تعلمني شوي. كيف؟ بصير احل المسألة مرة ثانية. هسا المسألة مرة ثانية شو راح تكون عندي؟ راح تكون عندي هذا الاشي نفسه بس بدون هاي. شو بدها تكون؟ زائد الفانكشن. شو الفانكشن عندي؟ زيرو، يعني زائد زيرو، او زائد انه بصفي بس اي كوساين اوميجا تي وبي ساين اوميجا تي. بس مكان الاي والبي لما بدي احل بدي اعوض مين؟ تي دي، اليو عند تي دي والفي عند تي دي بس. وطبعا مكان كل تي، تي ناقص تي دي، تي ناقص تي دي، تي ناقص تي دي. بالنهاية بعد ما أعمل كل تصفيتات الرياضيات بيطلع معي هذا الحل. فشو بعمل؟ زي ما حكينا بنرسم الرسمة ومنحل. فهذا ممكن اقتران جديد تضيفوه عندكم، اللي هو الساينوسويدال فانكشن، اللي هو هذا الرسمة، شو الريسبونس تبعه، الدايناميك لود فاكتور تبعه، هم هذا ممكن تزيدوه على التشابتر الماضي بس. فهيك احنا بنعمل ريسبونس سبيكترم، هاي اللي انا الرسمة اللي حكيت عنها، وبعدين برجع برسم مرة ثانية بحيث اني اوصل للحل. طبعا انت عندي سبورت اكسايتيشن ودام في نفس السلافه، اديهم انتجرال ما ننساهوش.
بس احنا بدنا نحكي عن the three right response spectra، هذا بدنا نركز احنا عليه. طبعا هنا راح نرسم على logarithmic scale. طبعا هسه بدنا نبلش نحل، بدنا نبلش نحكي للاندام سيستم نفس الفكرة هاي، بس هسه بدنا نوصل لمصطلحات جديدة واللي هي relative displacement و relative velocity و relative acceleration. طيب اول شيء بدنا نحكي عن ال SA. ال SA هي لها اسم واللي هي absolute acceleration او spectral acceleration. كلمة S يعني spectral، فاحنا كل شغلنا كان نشتغل على الماكسيمم، فكل شغلنا راح يكون على الماكسيمم، فبدنا نحسب احنا هسه لاي محل سبكترال لاي سنجل ديجري اوف فريدم اندام سيستم سبكترال اكسلريشن سبكترال ديسبيسمنت وسبكترال فيلوسيتي. السبكترال اكسلريشن بنعرف من ايام الدايناميك انه التسارع للحركه الدورانيه هي التسارع النورمال هي سالب اوميجا تربيع في ار، فانت لو مكان الاي سميتها اس ايه ومكان الار سميتها اس displacement نفس الاشي، والاوميجا اللي هي اوميجا. بنفس الطريقة بنعرف انه الفيلوسيتي هي بتساوي اوميجا في ار، مكان الفيلوسيتي بنسميه اس فيلوسيتي ومكان الار اس displacement فنفس الاشي. فبالتالي احنا بدنا نوصل لعدة قوانين بدنا اياها، واللي هي الاس ايه هي سالب اوميجا تربيع في اس دي، والاس في هي اوميجا في اس دي، وبنفس الوقت ممكن تكون اس اي على اوميجا، اس اي على اوميجا اقسم هاي على اوميجا بتصفي نفس الشيء. طيب هاي وهاي هذول القوانين المهمات. احنا طبعا بالمسألة بنجيب اس اي واس دي ومنجيب من خلالهم بنجيب الفيلوسيتي او العكس، يعني الثلاث بنجيبهم من رسمة واحدة. هاي ابسوليوت او ماكسيموم ابسوليوت velocity acceleration أو spectral acceleration، هاي بنسميها spectral velocity أو pseudo velocity، وال SD نسميها maximum relative displacement أو spectral displacement. تمام هسا هل هو هاي بس هالقانون الدنيا هسا باقي هيك راح يكون شغلنا عن منحنيات، راح اورجيكم كيف المنحنيات عملوها يعني، بس غلب شوي. فهي هي المنحنيات، هاي هي مين هي؟ هي بقول لك هذا الاندام ناتشورال بيريود، هذا اكسلريشن سبكترال فور الاستيك سيستم، فهي منحنى رسمه اكسلريشن سبكترال. بس بدنا نركز انه هذا لشيء معين بس، مثلا لمالتي ستوري فاست بيلدينج فور ايرث كويك موشن باي كذا 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 كذا، يعني بخص لاشياء معينه. يعني كل منحنى بالحياه له اسم، يعني هذا يعني هذا حرق الجراند ريكورد لهي المنطقه اي اي سنترو، هاي منطقة زي هيك، كل منطقة لها منحنى. هذا المنحنى ريسبونس سبيكترا، هذا ريسبونس سبيكترا هيو فور إلاستيك سيستم فور 1940 إي آي سنترو إيرث كويك، فكل زلزال له سبيكترا لحال، وهذا منحنى سبيكترا للديزاين لمنطقة معينة. ف وهذا الشيء وهذا في عندي دامبنج 5% دامبنج، تمام؟ فبفرق معي كل سؤال أو كل زلزال عن الثاني. طيب طبعا اشتقاق القوانين كان من خلال اللوغاريتم، او اشتقاق الرسمات هاي كان من خلال اللوغاريتم. بنعرف ان الاوميجا هي 2 باي في اف، حكينا اللوغاريتم او نخصص القسمة للوغاريتم تتوزع، راح تكون عندي لوغاريتم هاي ناقص لوغاريتم هذيك او العكس معاكسهم، تمام؟ فالاس في شو بتساوي؟ خلى الاف لحالها سالب لوغاريتم الاف، والاس اي على 2 باي خليها على حال. بالتالي هاي معادلة شو بتساوي؟ مكان اللوغاريتم اس في بنحط محور واي، وهذا بيكون سالب ام في اكس اللي هو السلوب زائد بي. بالتالي هسا السلوب لما يكون سالب، السلوب لما يكون سالب طبعا احنا الاكس مين هي؟ اللي هي اللوغاريتم،
فبالتالي الآن كم طلعت واحد، وفي سالب من سالب واحد، سالب واحد يعني كم الزاوية؟ ما هو السلوب هو تاني الزاوية، الزاوية سالب واحد تكون 135، فبالتالي عندي منحنى انه محور اكس او الخط، ما احنا عاملين لينيرايز لتحويل، هي فور سلوب 135 بتكون الزاوية زي هيك، فهاي المنحنيات اللي جاية زي هيك هي السبكترال اكسلريشن، السبكترال اكسلريشن. وبنفس الطريقة لو رحت على المعادلة الثانية اللي هي بخصوص الاس في، مش عارف اذا مكتوبة هون، مش مكتوبة هون، يمكن ورا مكتوبة، هيها، انه الاس في كمان القانون الثاني لها اوميجا في اس دي، فبالتالي الاس في هي لوغاريتم الاف، فبالتالي نفس المعادلة هذيك ام في اكس زائد بي، فالام موجب واحد، فالسلوب ايش؟ 45، فبالتالي تكون الرسمات بزاوية 45 واللي هي هاي. تمام. هسه كيف نقرأ المنحنى؟ طبعا بنحل المسألة، بنجيب الناتشرال بيريود تي للسيستم اند حسب هذا المثال مثلا، بطلع من لعندها، بطلع لعندها، لا عادي ممكن تكون التي هي اندام ناتشرال بيريود، بس السؤال عادي ممكن يكون دامت، بطلع لعند وين؟ لفوق، بشوف وين تقاطعت مع المنحنى تبعي، اي منحنى، هاي البيت اللي هي زيتا ترى، هي زيتا اللي هي دامب ريشيو، دامبنج ريشيو، فبشوف وين تقاطعت معها، بصير اقرا القيم، اذا مشيت افقي زي هيك بجيب السبكترال فيرسيتي، واذا من نفس الخط مشيت زي هيك بجيب القيم هاي اللي كانها displacement، بس دقيقة استكمل كل displacement ولا لا، اي displacement، واذا مشيت زي هيك بجيب مين؟ قيم ال acceleration، فهي قيمة acceleration، ها قيمة displacement، وها قيمة velocity، بس هي هي كل الفكرة. خلينا نحل مسألة، مسألة واحدة راح بس في هذا الفيديو، وهذا المنحنى طبعا للديزاين، كيف يعني ديزاين؟ هسه بنحكي عنه، هذا مثال راح نستعمله كمان. طبعا هاي داتا احنا ما خلص، احنا بهمنا بس هذا المثال لانه هو هذا اللي انشرح لنا. structure modeled as a single degree of freedom with natural period t بتساوي 1، اعطاني t. use the response spectral method to determine the maximum absolute acceleration, maximum relative velocity, maximum relative pseudo velocity. ما تبدو اس في واس اي وهاي. بقول لي the foundation motion equal to the north south component of EI center earthquake of 1940. ما تبدو اروح على منحنى اللي هو اي اي سنتر ايرث كويك 1940، وبده ديزاين سبكتر للايرث كويك، يعني بدي اعمل ديزاين لجراند اكسلريشن بوينت 32 جي، اسيوم 10% في كريتيكال دامج، معطيني الدامج ريشيو. بنروح على مين؟ منحنى الاي اي سنتر ايرث كويك، هذا مش سنتر ايرث كويك، هذا ما لنا فيه، هذا الديزاين، هذا بيسك ديزاين، ما بدنا نروح ديزاين، بنروح على عادي ونطلع القيم هون، هيو هاذ مين؟ السنتر ايرثكويك، هذا هو اللي بدنا اياه. تمام، شو قلنا؟ قديش اعطاني التي؟ اعطاني التي واحد، وين التي؟ هيها، بطلع بشوف وين تتقاطع مع منحنى الدامبنج اللي هي النسبة بوينت ون، وين بوينت ون؟ هيو هذا الخط، هيو ها نمشي معه، بس ارسم بلون زهري، هيو هذا الخط، فبالتالي وين تقاطعوا هون؟ هسه بمشي مستقيم بتطلع معي ال اس في تساوي 20، طبعا ايش الوحدة؟ انش بير سكند. طيب بمشي زي هيك، ها بمشي زي هيك بتقاطع هون بين الثلاث والاربعة، بين الثلاث والأربعة، بعمل انتربوليشن أو يعني بقرر، وبمشي زي هيك بجيب مين؟ الأكسلريشن تقريبا بوينت ثلاث جي، فالأس اي تقريبا بوينت ثلاث جي، والأس دي نمشي تقريبا، بس انتو بالامتحان بت هاي 3.2 انش، خلينا نشوف قديش بيطلعوا برا، هيهم اس دي 3.3، الاس في 18.5، تمام مش 20، وهاي 0.3 جي بالنهاية تقريبا، مش 18.5 حسب شو طلع معي. تمام،
هيك احنا من طلعنا بالمثال الاول، الاكزامبل الاول او الفرع الاول. الفرع الثاني شو قال لي؟ قال لي بده سبونس سبكترا وذ ماكسيمم جراوند اكسلريشن بوم 3.2 ديزاين سبكترافيك ورك. فبدنا نصمم اذا كنا نعمل ديزاين. بنروح على الديزاين، وين بنروح على الديزاين؟ هيو هات، بنروح على الديزاين، هيو هات، هيو ديزاين سبكترا هو قال لي اياها. بس هاي لمين القيم؟ هاي القيم لتسارع 1 جي. احنا بالسؤال ايش اعطانا التسارع؟ القيم مين؟ بوينت 32 جي. فشو بعمل؟ كل قيمه من القيم بضربها بوينت 32، لانه هاي لواحد، هاي لمين؟ لواحد. بس هي الفكره، زي نسبه التناسب، الواحد اعطاني هالقد القيم اللي بالمنحنى. البوينت 32 كم بده يعطيني القيم بالمنحنى؟ بس بعمل نسبه تناسب، يعني مش شرط تكون واحد. افرض اعطاني اضمها اكتب لي خمسه، فهي تكون خمسه، وهكذا. يلا بنفس الطريقة، الناتشورال بيريود عندي واحد، وبقاطع مع منحنى مين؟ البوينت ون. طبعا كثير منحنى زنخ، هاي 10%، هاي منحنى 10%، هاي هاف اللي هو مين؟ اللي جاي زي هيك. تمام، بروح على القراءات، بلاحظ انه هاي القيمة وين تقاطع المنحنى؟ هون تقريبا بين 50 و100، تقريبا 60. هاي مين؟ ال velocity. وبنفس الطريقة بجيب ال acceleration، طبعا هي تكون موازية لها، يعني بكون ماسك المسطرة. هاي بجيب ال velocity وال acceleration. ال acceleration كده بدي اطلع لفوق، بدي اطلع لفوق لما بدي ادور على المنحنى المرقم عندي. هاي لفوق قديش هذا المنحنى؟ هذا الخط اللي عندي اللي هو 10، هاي 10 هون، هاي القيمة اللي هون 10، وهاي القيمة الثانية. فبالتالي اس اي 10، واس في اي اس دي قصدي، اللي هون اللي هاي 0.5، هاي 1، يعني ممكن 0.9، ممكن 0.9، مش متأكد، يعني مش عارف اقرأ، مش شايف القيم صراحة لأن مخربش عليهم. هيا بس خلني 1، يعني 0.8 0.9، خلينا نشوف وشو طلعهم. أنا بس بدي أعلمكم كيف تقرأوا المنحنى. يعني هيا ال SD 9.5 SD، أنا عاكس بين ال SD وال SA، آسف ال SV 60. طبعا شو بعمل؟ بضربها بال acceleration اللي هو نسبة التناسب اللي قلت عنها. بس خلينا نرجع بس نروح نتأكد إذا هم اس دي ولا اس بي. ممكن الكتاب عاكس، ممكن أنا هذا المنحنى هذا المنحنى هاي واحد، وهذا المنحنى العشرة بالمية قلنا. تمشيت زي هيك، تمشيت زي هيك. هيو هذا الخط اللي جاي زي هيك قال لي عنه displacement، هيها. فبالتالي displacement اللي هو مش الخط اللي جاي زي هيك، دقيقة انا عجقت بالالوان. هذا الخط اللي جاي زي هيك اللي هو لما بدي انزل له زي هيك من نقطة التقاطع، هو ال acceleration. هي مكتوب عنده ايش؟ acceleration. فبالتالي ال acceleration هي العشرة، اللي هي اللي قصدي اللي هي ال 0.9. فهاي ال acceleration. فالثاني مين؟ ال displacement. هذا منحنى ال displacement اللي راح اقرأه القراءات اللي هيك اللي مقطعة زي هيك. بالتالي هاي القيمة كم؟ تقريبا 9.5. 9.5 ايش؟ انش. فهاي اللي هي العشرة او اللي هي 9.5. فهاي مين؟ ال SD. بضرب كل قيمة ب 0.32 لانه هو بقول لي بده تسارع 0.32، وهيك بنتهي معنا الموضوع. يعطيكم ألف عافية، المهم تعرفوا كيف تقرأوا المنحنى. بس يعطيكم ألف عافية، بضل علينا موضوع الجنرالايزد، وناخذ موضوع المد والفوريير سيريز إن شاء الله.